هون نهار السبت صباح فما صار تحرك احتجاجي على ايقاف عزيز عمامي وصبري بن ملوكة والمحاكمات اللي صايرة للشباب متاع الثورة الكل تحت اسم معناتها انهم حرقوا مراكز او معناها او انهم خالفوا القانون بينما هما يتحاكموا على ثورة عملوها الشباب هذوما. كنا نتعاملوا بطريقة سلمية حضارية معناها مع البوليسية، فجأة مش نعرفش شنو صار بدو يضربوا في العبيد الكل، لا خلوا لا كبير لا صغير لا طفلة لا طفل. الطريقة هذه معناها بالطبيعة تفكرنا كان بن علي، تفكرنا كان بالنظام القديم اللي قاعد يرجع توا. اللي صار نهار السبت راهو لمحة صغيرة على النظام القديم اللي قاعدين نعيشوا معاه في عهد السبسي، في عهد غنوشي الأول، في عهد ترويكا، في عهد مهدي بن جمعة، في عهد اللي باش يجي بعد مهدي بن جمعة. المشكلة مش ضربونا ولا ما ضربوناش، المشكلة اللي هما مازالوا يظلموا في الناس، اللي هما مازالوا يحاكموا في العباد معناها بقوانين جائرة، بقوانين الوفاق، بقوانين تكوين العصابات، بقوانين التعدي على الأخلاق الحميدة، بقوانين السكر والتشويش في الطريق العام، بالقانون 52 تاع استهلاك مادة مخدرة. هي جملة تاع قوانين، معناها ماهوش قانون واحد رانا قاعدين نحكوا عليه اليوم، هي جملة تاع قوانين. صار ضربونا، عنفونا، وعنا اثار معناها تاع الضرب نتاعنا. وانا واحد من الناس تحولت لشر نيكول، عملت تصاور وعملت تحاليل والحمد لله لباس، معناها بوليسية نقول لكم راني لباس. دونك عاودوا مرة جاية كانت نجموا. نهار السبت شاركنا في الوقفة اللي تنظمت العشرة متاع الصباح قدام وزارة الداخلية. الوقفة هذه كنا عدد من الشباب اللي شارك في الثورة، وجدنا معنا اعترافات رسمية ومصحة ومكتوب فيها اللي نحن شاركنا في أحداث الثورة وما رافقها وصاحبها من حرق مراكز ومن ضربان بوليسية بالحجر وكل هذه الأحداث التي تحولت اليوم إلى تهم يحاكم من أجلها الشباب اللي شارك في الثورة. اليوم وصلنا للوضع خطير، هناك أكثر من 52 شاب مشدود في الحبس بتهم كلها تخص الحراك التي شهدته تونس فترة ما بين 17 ديسمبر 14 جانفي أو الحراك الاجتماعي اللي صار بعد 14 جانفي. لذلك قمنا بالحملة هذه اللي هي اسمها شيلونا، معناها نحن زاد مواطنين وتوانسة وشاركنا في الأحداث وحرقنا مراكز. إذا كان حرقنا مراكز متاع بن علي تهمة، احنا زاد هزونا خطونا في الحبس. وكانت هذه الرسالة متاع التضامن بينسير، المراد منها هو سيب الشباب اللي مشدودين. الشباب اللي مشدود اليوم اللي ذوما أكثر من 52 الكل هم مشدودين ما بين تهم واضحة حرق مراكز أو تهم ملفقة ما فيهاش معناها يعني ماهيش موجودة أصلا، إما اعتداء أو سكر وتشويش أو استهلاك مخدرات، في حين أنه الخلفية خلفية سياسية، أو زادة تهم كيدية هي أنهم يتبعوا هالشباب هذا شباب الثورة ويبقوا يستنوا فيه لين يتجاوز القانون في أول منعطف ويحطوه في الحبس. علاش؟ على خاطر فهمتني معناها خلفية سياسية، مش على خاطر تجاوز قانوني عادي. التهم هذه استنسنا بها هذا معناتها مع عزيز عمامي. في الحقيقه معناتها احنا بمجموعه من المتضررين معناتها من الوقفه اللي معناتها الاحتجاجيه اللي صارت معناتها نهار السبت 17 مايو قدام الداخليه. في الحقيقه معناتها احنا مشينا معناتها نعبر على تضامن عزيز عمامي، صبري بن ملوك، عاطف بن سالم، ايمن بن طيف، معناتها شباب الثوره الكليه اللي معناتها التهمه الرئيسيه نتاعو هي معناتها حرق المركز.
لكن معناتها هما كل مره يلفقوا لهم تهمه في علاقه بالزبط، لا في علاقه بالسكر، يعني قضايا حق عام باش يبعدوها. من ناحيه اخرى معناتها كما قاعدين نشوفوا يعني جميع رموز النظام البائد اللي معناتها قمعت الشعب وعذبت الشعب خرجت اليوم وبقى منها حتى حد. ومن ناحيه اخرى معناتها اخر قرارات في المجلس التأسيسي انه هو معناتها القانون العزل ما تمررش، والنظام البائد معناتها راجع معناتها باش يترشح وراجع باش يحكم. وبدا معناتها اول خطوات بدا بها معناتها باعتقال معناتها جميع شباب الثوره باش يركعوا بقيه الشباب الثائر. قاعدين نشوف اليوم معناتها في عوده الاحتجاجات من زاويه على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، خاصه ما قاعد يصير هو اليوم في الحوار الاقتصادي في علاقه برفع الدعم بخصخصه معناتها برشا معناتها مؤسسات عموميه، ويحبوا معناتها يوجهوا الراي العام للقضايا هذه وياخذوها معناتها بقضايا بمعزل عن الشان السياسي. لانه اليوم عزيز راهو ما تشدش معناتها على زاد لك كما هما يقولوا، هذيك هي تهمه معناتها يبعدوا بها ويختاروا معناتها فيهم كذلك على اساس انهم هما هذوما معناتها شباب لا ما عندوش شكون وراه شباب ما نعرفش كيفاش يفسروا. نقول لك في الحقيقه نحب نقولوا معناتها اللي احنا كنا معناتها شباب الثوره، الشباب المتنظم والغير متنظم، المتسيس والغير متسيس، اللي تهمه معناتها بالحق معناتها مسار الثوره هذي اللي احنا معناتها نواصلوها. نحب نزيد نقول معناتها انه هو معناتها مازلنا رانا باش نواصلوا معناتها الاحتجاجات نتاعنا، مازلنا باش نواصلوا النضال نتاعنا باش نكونوا معناتها كل نهار في الشارع على جال عزيز وعلى جال صبري وعلى جال عاطف وعلى جال ايمن وعلى جال الشباب الكليك وزاد ياسين النابلي اللي ما ننساوش معناتها محاكمه نتاعو هذايا، وهم كلهم المحاكمات هذايا في اطار معناتها الشباب الثوري الواعي اللي معناتها قام معناتها من الحوض المنجمي معناتها لحتى كشي معناتها الثوره معناتها 17 14، وباش نواصلوا المسار هذايا. في الاخر معناتها نحب نزيد ناكد انه قوانين اللي باش يرجعوا بها معناتها قانون 52 قانون الزطله راهو ما يعنيناش، انه احنا رانا القمع اللي معناتها هم يحبوا يرجعوا به معناتها للنظام هذايا في فيهم زاد ما يعنيناش. واحنا حتى معناتها وقفنا معناتها على جال باش نطالب معناتها بامن جمهوري، لا الحقيقه ما طلعش امن جمهوري، جايين يبكيو بعد الثوره خرجوا يبكيو وقالوا رانا احنا ابرياء من دم شهداء هاو طويق معناتها بعد 3 سنين من الثوره. شنو يحبوا يرجعوا لهم؟ نتوجه معناتها برساله اخيره معناتها للشباب الكليكا، نقول لهم راهو هذا يصير معناتها يصير مومون وجميع انا باش نخرجوا رانا معناتها ونعبر على تضامننا مع جميع شباب الثوره، وكان لازم معناتها يشيلونا الكليكا والا راهو انه رانا باش نرجع الى ما قبل معناتها 14 جونفي، رانا باش نرجع الى ما قبل 14 جونفي. ونتذكروا الفتره هذيك نتاع معناتها بن علي في 87 88 89 90 زاد عطاهم الاولى الهامش نتاع الحريه هذيك هم كوا معناتها بارونتيز ديمقراطيه. ومن بعد رجع لان معناتها احنا اذا ما نواصلوش معناتها يوميا في الشارع ومع كل معناتها شاب ثائر راهو باش نرجع معناتها الناس كليك تاكل العصا تاكل الكف وما عادش تتكلم جمله. باهي كنت نرجع نهار السبت فماش كون يحكي لنا كيفاش صار شنو صار بالضبط. هو في علاقه بنهار السبت مشى الشباب مجموعه من الشباب الثوري باش يمارسوا حقهم الدستوري في الاحتجاج على اجراء او تمشي مشات فيه السلطه الحاكمه. هو يعني حق دستوري موجود في دستور هذا تاع 16 جانفي. ما رانا انه بعد الشعارات لحريه ضمن حريه التعبير اللي رفعوها الشباب المتواجد في الوقفه هذيك، انه البوليسيه او الامن ما قبلتهمش الشعارات الموجوده هذيك، وبدات البروفوكاسيون ما نكذبش عليك، بدا الدفع بيننا نحن والبوليسيه وكذا، للي بداوا خرجوا يعني المطراك فهمتني، وبدا الكر والفر نتاعهم، وبدات الضرب وين يجي كالعاده، وحمت الاعتقالات ولا فرق بين بنيه وليد، ما فرق بين حد كبير ولا صغير فهمتني، وشدوا برشا فهمتني ولا وقفوهم وضربوا برشا. وبلا نحب نوه على حاجه صارت انه في علاقه بمستشفى شارل نيكول اللي ما حبش يقبل واحد من المضرات على خاطر انه فما شكون وصى انه ما يتقبل حد منهم، يعني جان ممارسات تاع بن علي كريمو، جان ممارسات بن علي يعني قبل صعبة ثقيلة عملوا نفس الشيء نفس الحكاية يعني صار من مراهيني محدد يعني سامحني في 9 ابريل نذكرك صحيح 9 ابريل صار هذاك، لكن راهو توا بعد دستور
فهمتني ولا يضمن الحريات، فهمتني ويضمن كافة، فهمتني ولا حقوقنا في الأشكال النضالية في أي إجراءات تقوم بها السلطة. في حاجة أخرى، إحنا رانا منش لنسندو لا في عزيز، لنسندو في صبري، لنسندو في أولاد بوزيان، خليهم عندكم تحققوا بهم ليكم أنتوما، تو إحنا هاو عنا الشارع وتو إحنا نعرفوا نعاودوا نخرجوهم وحدنا. سدو أون دودو في علاقة باللي صار نهارة السبت، نهارة السبت أنا الرياكسيون تاع البوليسية مريتهاش من 2008 ومريتهاش من 2009. تسيبوا هي كيف نقولوا راه البوليسية كلاب، راهم هما تسيبوا كل كلاب المسعورة. المتراك في الراس وفي الوجه في عقد بن علي ما كانوش يضربوا راه في الراس وما كانوش يضربوا في الوجه وما كانوش يخليوا تراس. توا يضربوا وين يجي ويضربوا في نساء ويضربوا في صغار. علما انه راه في نهار السبت كان فما موجوده صغار نتاع 7 سنين و8 سنين ومشاو زاد دوكا فاستقين وما حكى عليهم حد. فما غيرنا زاد ضربوا ما ضربناش كان احنا كها. فما احمد ساسي تضرب برشا، فما الصحفي اللي تكسرت المساوره نتاعو كانت تضرب برشا، فما حسني حمودي مضروب في ساقه ومضروب في يده ومضروب بارتو. يعني ساعه يزي يضربك ليزي يحاول انه يوقفك من بعد. انا بيرسونيلمون حاولوا يوقفوني 3 مرات وفي كل مره يجي يهزني حد. اضافه على قضايا الزطله وقضايا الاعتداء على موظف عمومي توفلت ولا موضه جديده هي خرجت من ابرتير من نهار السبت اللي هي تهم التحرير موقوف. اش معناها؟ معناها انت تجري في جره حد باش تفكوا من الدين البوليسيه، تولي هذيك تهم التحرير موقوف ما يفككش من 7 سنين. هذا هي حاجه جديده. وزاد بلي جدوا في اشكال القضايا بلي زطله واعتداء على موظف عمومي ما عندهم برشا مستهلكين. شوفوا لنا قضايا جديده، اقتحام مركز، اقتحمنا مراكز وضربنا البوليسيه بالحجر وسبيناهم كيما سبونا وضربناهم كيما ضربونا. اما رانا احنا ناس ماناش نتاع عنف، احنا ناس ماشيين نتظاهروا، حقنا باش اننا نتظاهروا. كيف سبونا سبيناهم، كيف ضربونا دفعنا لرويحنا ودفعنا لاصحاب، ومنهم ماناش ندمين وما غلطوناش والشمس نتاعهم زرقت علينا بالباهي وتو نرجعوا غدوه وتو نرجعوا بعد غدوه ولا هي عطله هي راه معنا ما نعملوا احنا ورمضان مازال مطول ولا فينو نتاعنا والشارع هذاك احنا فكيناه واحنا خليناهم يقفوا فيه بقدرهم. يحبوا يرجعوا كما كانت المواطنين تتعامل معاهم قبل 14 جانفي احنا ما عندنا حتى مشكل. ولا توقفنا اول مره ولا عندنا مشكل باش نعاودوا نتوقفوا مره اخرى. ابريتو نتوقفوا مانيش نتوقفوا على لا على قتل ولا على مخدرات ولا على ترويج ولا حتى شيء. قاعدين نتوقفوا على خاطر ندافعوا على حقنا وندافعوا على حق شباب الثوره باش انهم يتواجدوا باش انهم يتكلموا كيف ما يحبوا وباش انهم يدافعوا على حقوق. ما عندنا منع. هي رسالة أخيرة للنظام. رانا باش نقعدوا نظاهروا كل يوم ورانا شوكة في حلق الاستبداد والقمع. رانا شباب باش نظاهروا معنا ما نعملوا عطلة كاملة كل يوم باش نشدلكم الشارع ونشدلكم وجوهكم للي يا تفك علينا يا نفك علينا. ثم ما يوقفنا في هذا كان سيبوا شباب الثورة. بدل القانون يا حكومة، بدل القانون يا الشعب يا انتما، بدل القانون تسيبونا، بدل القانون في اللصخ ارميتونا. تصفي السياسي تصفي لعبات كراسي.